على مسافة 3.6 كيلومتر دخل الشطر الثاني لتراموي قسنطينة الممتد بين مدخل المقاطعة الإدارية علي منجلي وجامعة عبد الحميد مهري حيز الخدمة رسمياً. الخط الجديد جاء امتداداً للخط الأول الرابط بين محطة حي زواغي سليمان ومدخل المقاطعة الإدارية علي منجلي على مسافة 6.9 كيلومتر. أبارك لحاضرة الحواضر هذا الإنجاز الجديد العظيم الذي سوف يساهم طبعاً في التخفيف من الزحم المروري، وسوف يساهم كذلك في تخفيف من الضغط على الساكنة، وأرجو المحافظة على هذا الإنجاز خاصة من الفيضانات التي تشهدها الولاية من فترة إلى أخرى. أدعو السكان إلى استعمال هذا المرفق بطريقة عقلانية، ويعني تجنب استعمال السيارات، فهناك بعض المرافق سوف تنجز من أجل السماح للسائقين أن يتركوا سياراتهم ويستعملوا هذا الوسيلة الجديدة. 30 مليار دينار جزائري تكلفة إنجاز المشروع بالشراكة مع مجمع كوسيدار وشركة ألسيتوم. إنجاز يأتي في إطار تعزيز الشبكة الحضرية للمواطن الذي بات بإمكانه التنقل من المدينة القديمة إلى المدينة الجديدة في ظرف 26 دقيقة. مئة ألف مسافر سيضمن تراموي قسنطينة تنقلهم يومياً حسب توقعات مسؤولي القطاع بالولاية بدخول الخط الجديد حيز الخدمة، ليصبح المشروع مكسباً لسكان مدينة الجسور المعلقة.